وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مدبولي يكلف ببذل أقصى الجهود والتنسيق الكامل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر. وفي أخبارنا الاقتصادية، صندوق النقد يشيد بصلابة الاقتصاد الوطني ويتوقع إتاحة التمويل لمصر بقيمة 1,600,000,000 دولار خلال أسابيع. الأخبار بالتفصيل، أهلا بكم. بعد زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين صباح اليوم إلى القاهرة، ومن المقرر أن يجري بلينكين مباحثات مع المسؤولين بمصر تركز على سبل تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تم برعاية مصرية وأنهى 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تبحث الزيارة سبل إعادة إعمار القطاع بعدما لحقه من دمار جراء غارات الاحتلال. وعقب الزيارة يتوجه بلينكين إلى الأردن في إطار جولته بالشرق الأوسط. كان بلينكين قد اختتم زيارته إلى القدس المحتلة ورام الله بمؤتمر صحفي أشاد خلاله بدور مصر الكبير والحاسم في وقف إطلاق النار في غزة. كما أكد بلينكين أن واشنطن تعارض أي خطوات من أي طرف تجازف بإشعال العنف وتقويض فرصة حل الدولتين، معتبرا أن حل الدولتين هو السبيل لحل النزاع. أيها السادة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، كيف ترى أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر وأهمية التنسيق بين القاهرة وواشنطن في إطار مساعي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ أولا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني هذه الزيارة تؤكد أن مصر أصبحت هي محور تحركات المنطقة والعالم، ليس فقط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الذي يعني دعت مصر إليه بقوة، ولكن أيضا من أجل الانتقال إلى المرحلة الأكثر صعوبة، وهي مسألة البحث عن حل دائم للقضية الفلسطينية. وذلك في ظل أولا اعتراف الإدارة الأمريكية بمبدأ حل الدولتين، وليس فقط الإدارة الأمريكية ولكن المجتمع الدولي، بريطانيا أيضا يعني تتكلم عن هذا المبدأ. وبالتأكيد عندما يأتي بلينكين إلى القاهرة ويتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي مرتين خلال أيام قليلة، وتكون هناك إشادة بالدور الأمريكي في التوصل إلى وقف إطلاق النار، أي أن العالم يعني يضع ثقته في مصر. نعم. ويلقي على مصر العبء الأكبر في مسؤولية البحث عن حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية. نعم. حل يوقف الناس وحل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية في النهاية. طيب أستاذ أشرف، يعني هل هناك إذن تغير في الموقف الأمريكي حيال القضية الفلسطينية في ظل جولة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة؟ يعني بالتأكيد تغير واضح. الإدارة الأمريكية السابقة كانت قد اخترعت مصطلح يسمى صفقة القرن، كانت قد عينت مجموعة من المبعوثين كلهم يعني من أصدقاء إسرائيل والمنحازين لها، أيدت نقل السفارة من تل أبيب للقدس ونقلتها، اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، يعني أيضا سعت في مبدأ غريب جدا هو حق إسرائيل في ضم حوالي 30% من أراضي الضفة الغربية بما فيها غور الأردن أو وادي الأردن الأكثر خصوبة والذي يعد سلة غذاء الضفة وسلة غذاء الفلسطينيين. الإدارة الأمريكية الحالية تخلت عن هذه الصفقة وهذا الفكر، تؤيد مبدأ حل الدولتين. بالأمس كان لها يعني تصريحات
تؤكد انه يعني لابد من الاصفاء على الوضع القائم في القدس، والا تقوم اسرائيل بالسيطرة على مساكن الفلسطينيين في الشيخ جراح وفي سلوان، وبالتالي هذا تغير كبير. التغير الآخر هو التحرك جديا بعد أيام قليلة من وقت إطلاق النار من أجل تفعيل فكرة حل الدولتين، الذهاب إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والقاهرة محور التحركات وعمان، وبدء التحرك من أجل يعني الدخول سريعا ليس فقط في هدنة دائمة ولكن في حل دائم. تمام، شكرا جزيلا إذن أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مجددا التزام بلاده بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. جاء ذلك خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، حيث شدد على ضرورة إحراز تقدم باتجاه مستقبل أكثر إيجابية للإسرائيليين والفلسطينيين. وفي سياق آخر أكد راب أهمية التوصل إلى اتفاق نووي أقوى مع إيران بشأن برنامجها النووي. ولليوم الحادي عشر على التوالي واصلت مصر فتح معبر رفح البري استثنائيا، وذلك لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية من الأشقاء الفلسطينيين، علاوة على استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع. وتتواجد كافة الأطقم الإدارية لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، إلى جانب وجود الأطقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم. في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجهود مصر للتهدئة في الأراضي الفلسطينية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يؤكد دور مصر الحيوي والفاعل وقوة تأثيرها إقليميا وعالميا. كما أشار مدبولي لمتابعة الرئيس الحثيثة لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارات لخروج المشروع بالصورة المرجوة. وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ، أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من إجراءات الإفراج خلال أقل مدة ممكنة، منوها إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية ومنح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي تستوردها المصانع. من جانبه، عرض وزير المالية الدكتور محمد معيط نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والذي أشاد بالتزام مصر بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، متوقعا أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية القادمة. للمزيد من المتابعة معنا من مقر مجلس الوزراء إيمان التوني مراسلة أخبار مصر. إيمان، بعد التحية، هل لك أن تضعين في مزيد من التفاصيل حول جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء اليوم وأهم ما اتخذ من قرارات؟ مساء الخير زميلتي، أحييك وأحييكم مشاهدينا من مقر مجلس الوزراء، حيث عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. هذا الاجتماع الذي بدأه الدكتور مدبولي بالإشادة بدور مصر وتأثيرها الإقليمي من خلال الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية. أيضا رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى الاجتماع الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة ما تم تنفيذه في المبادرة الرئاسية الخاصة بحياة كريمة والمتعلقة بتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتضمن الكثير من التفاصيل. فوجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المعنية بالتنسيق فيما بينها وبذل أقصى جهدها لتحقيق هذه المبادرة وإنجاحها وإنجاز القرى المصرية بالشكل اللائق لأهالي مصر في ربوع الوطن بأكمله.
أيضا رئيس مجلس الوزراء أشار إلى مسألة تبسيط الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي على البضائع، وأشار إلى ضرورة الانتهاء بسرعة في أقرب وقت ممكن من هذه الإجراءات، عارضا المقترحات الخاصة التي عرضها وزير المالية فيما يتعلق بتقليل الجهات الرقابية. أيضا وزير المالية الدكتور محمد معيط أشار إلى المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني. وأشار وزير المالية أيضا إلى ما البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي أشاد بأداء الاقتصاد المصري وقوة صلابته في العام الأخير خاصة مع ظروف جائحة كورونا، وتوقعاته بأن تحقق مصر معدل نمو مع العام نهاية العام المالية 2021 بنسبة تصل إلى 2.8% على أن تزداد عن 5% في العام 2021. أما على صعيد الصحة وجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، فأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل تطعيم 157 ألف مشرف على امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات. أيضا الوزيرة أشارت إلى إتاحة اللقاحات لغير القادرين على الحركة من خلال الاتصال بالرقم الخط الساخن 15335 مرة أخرى، الرقم 15335 لغير القادرين على الحركة، مؤكدة أيضا توافر هذه اللقاحات لدور المسنين ومرضى الفشل الكلوي في المحافظات مع التوسع في المراكز التي تقدم هذه اللقاحات على غرار المركز الموجود في أرض المعارض بمحافظات مصر كافة لتصل إلى 403 مراكز بطاقة استيعابية تصل إلى 110 ألف مواطن يوميا. نعم، شكرا جزيلا لك إيمان التوني مراسلة أخبار مصر، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس الوزراء. أعلنت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة، ويتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن 15335 بعد التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم. وأعلنت وزارة الصحة أن الأشخاص غير القادرين على الحركة نتيجة كبر السن أو الإصابة بأمراض مزمنة ويعانون من مضاعفاتها يمكنهم التواصل مع هيئة الإسعاف على الرقم 123 لطلب سيارة إسعاف لنقلهم إلى أقرب مركز لتلقي اللقاح، وذلك بعد تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية والحصول على موعد التطعيم. استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية دكتور محمد معيط أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2021 فضلا عن المشروعات المستقبلية. وأكد معيط أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى التوصل إلى جهاز حكومي رائد يحتذى به دوليا ويحقق النمو الاقتصادي الشامل، لافتا إلى الانتهاء من الهياكل الجديدة لكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الخزانة وسك العملة، بينما جار إتمام هيكل مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية. وأشار معيط إلى أنه يتم حاليا استحداث جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والهيئة العامة للخدمات الحكومية، إضافة إلى توظيف الكوادر البشرية ذات الكفاءة في الهياكل التنظيمية الجديدة بالمصالح الإيرادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق. وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة تماما، وشددت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.
إلى سوريا، حيث أدلى الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية السورية في مدينة دوما، أحد المعاقل السابقة للفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية قرب دمشق. وعقب تصويته استنكر الأسد بشدة الانتقادات الغربية للانتخابات الرئاسية في سوريا. وجاءت هذه التصريحات عقب إصدار وزراء خارجية 5 دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة بيانا مشتركا دعوا فيه المجتمع الدولي إلى رفض الانتخابات السورية، معتبرين إياها محاولة من نظام الأسد لاكتساب الشرعية. طبعا نحن كدولة لا نهتم أبدا بمثل هذه التصريحات، ولكن الأهم مما تقوله الدولة أو تصمت عنه هو ما يقوله الشعب. أنا أعتقد بأن الحراك الذي رأيناه خلال الأسابيع الماضية كان الرد الكافي والواضح على كل هؤلاء، وهو يقول لهم قيمة آرائكم هي صفر وقيمتكم 10 أصفار. في غضون ذلك، يواصل الناخبون السوريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله، وهو برلماني سابق وينتمي إلى حزب الوحدويين الاشتراكيين، ومحمود مرعي الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية. انطلقت في جوبا مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. وجاءت الجلسة الافتتاحية بمشاركة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير، ورئيس الحركة الشعبية شمال. يذكر أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو قد وقعتا في مارس الماضي بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان على بروتوكول إعلان مبادئ يمهد للتفاوض بين الطرفين. وفي كلمته أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن باب السلام مفتوح أمام جميع الحركات في السودان، وأكد البرهان العزم على تحقيق السلام في السودان مع كل الأطراف، داعيا رئيس حركة وجيش تحرير السودان عبد الواحد نور للانضمام إلى عملية السلام. ونطلب ونرجو أن المشوار والجهد المبذول يستكمل ولينا اخونا عبد الواحد. نحن نقول لعبد الواحد: يا عبد الواحد، كل الان شعبك في دارفور او في المناطق الاخرى ينظر اليك، كلهم بعين وليك دارين يعيشوا برا الاكواخ. نحن كلنا شفنا النازحين واللاجئين والمعاناه اللي بيعانوها لسنين طويله. نحن نقول كفايه انه الناس الان في تغيير في السودان، تغيير حقيقي، ما تغيير فيه زيف ولا فيه رجعة ولا فيه خداع. تغيير قادوه السودانيين وحيقودوه السودانيين وحيستكملوه السودانيين، رغم عن أي زول ثاني دار يقف في طريق التغيير، ما في زول ثاني حيقدر يقف في طريق هذا التغيير. فنحن بنتمنى أن أخونا عبد الواحد يجي يلحق معانا هذا التغيير، لأنه الآن النظرة مختلفة، النظرة للوطن أصبحت مختلفة. وفيما له صلة، دعا سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان جميع الأطراف إلى العمل من أجل التنمية والسلام في البلدين، كما أعرب عن ثقته في رغبة القائد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال وفريقه المفاوض في الوصول إلى اتفاق سلام دائم، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمعاناة الناس في مناطق النزوح واللجوء والعمل على إنهاء تلك المعاناة. شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على ضرورة حماية المتظاهرين وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي في التظاهرات، وتعهد الكاظمي بفتح تحقيق شفاف بشأن حقيقة ما حدث في تظاهرات ساحة التحرير في بغداد، مؤكدا أن حفظ الأمن مسؤولية الجميع. وأسفرت الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير العراقية أمس إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة نحو 26 آخرين بينهم عدد من قوات الأمن. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالة المتحورة لفيروس كورونا التي اكتشفت في الهند تم رصدها في 60 منطقة.
أشارت المنظمة إلى استمرار الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات بالوباء على مستوى العالم باستثناء بعض الدول ومن بينها البرازيل التي تجاوز عدد الوفيات بها 450 ألفا، وقالت إن النسخة المتحورة من الفيروس أثبتت قدرة أكبر على الانتشار، لكن لا يزال التحقق من شدة المرض الذي تسببه وخطر العدوى جارية. وقد سجلت الهند 208,921 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ويرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 27,157,795 شخص. وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 4,157 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى أكثر من 311,000. وقد أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا التي بلغت 1413 مصابة. يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة اليابانية تمديد حالة الطوارئ إلى 20 يونيو المقبل في ظل عدم تراجع أعداد الإصابات. من جهتها أعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية أنها ستبدأ في تطعيم 600 رياضي أولمبي و1000 مدرب وموظف دعم ضد الفيروس اعتبارا من يونيو المقبل. ولم تكشف اللجنة الأولمبية عن الجدول الزمني الخاص بتطعيم كل هيئة رياضية، لكنها قالت إن أولئك الذين يسافرون إلى الخارج سيتم تطعيمهم في وقت مبكر من أواخر مايو الجاري في مركز التدريب الوطني في طوكيو. أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1140 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة، وأشارت الوزارة إلى خروج 987 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 187,691 حالة. أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية الدكتور محمود ياسين إن لقاحات كورونا المتداولة في مصر آمنة تماما، وأشار إلى أن نظام تداول المستحضرات بالسوق المصرية لا يتم إلا بعد موافقة هيئة الدواء، كما شدد على أنه لا يتم الاكتفاء بحصول اللقاحات على رخصة الاستخدام الطارئ من الدول المرجعية المعتمدة فقط، حيث إن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء هدفها التأكد من جودة ومأمونية اللقاحات قبل دخولها مصر. في إطار التعاون العلمي والبحثي بين وزارة التعليم العالي والوكالة الجامعية الفرنكفونية، تم توقيع بروتوكول بين الجانبين يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الفرنكفونية الدولية وتنمية الجامعات المصرية في مجال جودة التدريب والبحث والتوظيف والإدماج المهني للخريجين في سوق العمل. شبكة جامعية أولى على العالم تمثلها الوكالة الجامعية للفرنكفونية ضمت خلالها 16 دولة ناطقة باللغة الفرنسية، وبثقلها الضخم هذا تحرص الوكالة على توثيق التعاون والتبادل العلمي مع مصر الممتد منذ عام 1992. البروتوكول بيشمل عدة مجالات: التبادل الطلابي، تبادل الأساتذة، تدريب الطلاب اللي هو نقدر نقول عليه الحقيقة برضو البرامج الجديدة اللي تؤهل لسوق العمل، برضو من ضمن الأولويات اللي بنشتغل عليها معاهم. لاحظنا الديناميكية الكبيرة في الثلاثة أو الأربع سنوات الأخيرة، ديناميكية غير مسبوقة في الانفتاح على العالم، ديناميكية أيضا في تصنيف الجامعات. على تصنيف الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة أكبر دليل على تحسن الجودة في الجامعات المصرية، وهذا يحثنا أكثر على دعم التعاون مع الجامعات المصرية على المستوى الدولي. وإلى جانب الفائدة العلمية للطلاب، فائدة أخرى لجامعاتهم من خلال برامج الشراكة التي تنهض بتلك الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، وتعلي من تصنيفها على مستوى الجامعات دوليا. التعاون بتاعنا ده والاتفاقية الإطارية اللي احنا حاطينها دي هتمكن الجامعات المصرية سواء الجامعات الحكومية القائمة بالفعل
أو الجامعات الأهلية الجديدة والجامعات التكنولوجية إنها تعمل شراكات مع جامعات عضوة أو شريكة في الوكالة الفرنكفونية. وده اللي بتسعى الدولة ليه، إن احنا دلوقتي سواء جامعاتنا الحكومية أو الجامعات الجديدة الجامعات الأهلية احنا محتاجين شراكات دولية لكل برامجها الأكاديمية، بحيث إن الخريج يكون معاه شهادة مصرية من جامعة مصرية وشهادة من دولة أجنبية. ليصبح هذا البروتوكول نقطة انطلاق وإشعاع جديدة لمصر كواجهة جامعية وقارية وإقليمية. بروتوكول للتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الفرنكوفونية الجامعية يعطي التدريب والتأهيل لأكثر من 600 ألف طالب وطالبة من خريج الجامعات المصرية كل عام، ما يفتح لهم آفاقا أرحب في سوق العمل. من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سارة متولي، التلفزيون المصري. وصلنا السرادي أهم وآخر أخبار المالي والأعمال للثانية، فنجدد التحية. قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الوطني أظهر صلابة خلال أزمة كورونا، وتوقع أن يحقق نموا بنسبة 2.8% العام المالي الجاري، وأن يرتفع إلى 5.2% العام المالي المقبل. وأوضح الصندوق أن فريقا من خبرائه والحكومة توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني. وأضاف أنه حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق سيتاح لمصر مبلغ إضافي قيمته حوالي 1.6 مليار دولار خلال الأسابيع القادمة. وأكد الصندوق أن القاهرة أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات إصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال، لكنه أشار إلى الحاجة لتشجيع الصادرات عبر استمرار تقليل العوائق التجارية وبناء الاقتصاد أكثر حماية للبيئة. قال وزير المالية محمد معيط إن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي الحالي شهدت تحسنا غير مسبوق، وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 48 مليار جنيه رغم تداعيات أزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، وتوفير تمويل إضافي قيمته 31 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية المستهدفة. ولفت إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 2.8% العام المالي الحالي و 5.4% العام المالي المقبل. سجلت الصادرات الغير البترولية زيادة ملموسة بلغت 11% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن قيمة الصادرات في تلك الفترة بلغت 9.8 مليار دولار. وأضافت أن القطاعات التي استحوذت على الصادرات هي الصناعات الطبية واليدوية والهندسية والجلود والأحذية. وأشارت إلى أن الواردات أيضا شهدت ارتفاعا بنسبة 5% مسجلة 23 مليارا و 130 مليون دولار. تباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسة التعاملات اليوم وسط عمليات شراء من المستثمرين الأفراد المحليين والعرب والمؤسسات الأجنبية. قابلت عمليات بيع من المستثمرين العرب والمؤسسات المحلية والعربية، وتراجع المؤشر الرئيسي جيك 30 بنحو 1.5% ليبلغ مستوى 10375 نقطة، بينما ارتفع المؤشران إي جي أكس 70 إي دبليو أي وإي جي أكس 100 إي دبليو أي بنسبتي 2.1% و1.5%. استقرت أسعار النفط وسط تفاؤل حيال تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، لكن احتمال عودة النفط الإيراني للأسواق يضغط على الأسعار. وارتفع قيم القياس العالمي مزيج برنت 2% ليبلغ 68 دولارا و 79 سنتا للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1% إلى 66 دولارا و 8 سنتات للبرميل. تخطت أسعار الذهب حاجز 1900 دولار للأوقية بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وتنامي المخاوف
بشأن التضخم، وذلك بعدما أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على موقف مائل للتيسير بشأن أسعار الفائدة. وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 3% مسجلا 1905 دولارات و36 سنتا للأوقية، وهو أعلى مستوى يبلغه منذ 18 من يناير الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 1% والفضة 0.6% وقفز البلاتين 1.2%. نهاية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مدبولي يكلف ببذل أقصى الجهود والتنسيق الكامل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى مصر. ودائما يمكنكم متابعتنا عبر مسبيرو.إيجي. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.